السلام عليكم، اسمي حاتم قزاز، انا مشارك في ستارت اب ويكند. فكرتي ببساطه هي تعليم الشباب القران بالتعاون مع بعض، يعني صفحه اجتماعيه اسجل صوتي يسمعوه الاخرين ويردوا عليه بتسجيل اخر على اساس اتعلم منهم ويصححوا لي القران. حيكون فيها اضافات اكثر ان شاء الله، ونحاول نطور الفكره اكثر واكثر. اسم الفكره قران سكول، مدرسه القران. بالتوفيق إن شاء الله.